العيد. هذه البيضة الملونة لي يا ترو، صحيح أليس كذلك؟ ها؟ تعرفين الأزرق لون المفضل؟ لا، أهلاً، إنه الأصفر. لا، تختلس النظر يا بارتلبي، لا يجب رؤية البيضة الملونة إلا حين تنتهي، هذه قواعد العيد. أليس لديك بيضة لتزينها؟ لدي بالطبع، لكنني لم أبدأ بعد. عليك الإسراع يا بارتلبي، قد يتطلب تزيين البيضة الملونة جيداً وقتاً طويلاً. لماذا نتبادل البيضة الملونة بيوم العيد بالأساس؟ ألم تسمع قصة الأرانب الملونة من قبل؟ أرانب ملونة تبدو رائعة ولطيفة وناعمة. هذا صحيح، كانت ناعمة وسحرية. من زمن بعيد تجولت الأرانب الملونة بحرية في البستان عديد الألوان، واستخدمت الأرانب الملونة سحرها لتحويل البيض العادي إلى بيض سحري ملون مليء بالحلوى الرائعة. أي نوع من الحلوى؟ كل الأنواع المدهشة التي لم تعهدها مملكتنا، مثل تفاح القطف وحلوى الخطمي ومقرمشات السمك. مقرمشات السمك؟ نعم، أنا واثق من أن هذا مصدرها. بارتلبي؟ لكن إلى أين ذهبت الأرانب الملونة؟ لم يرى أحد أرنباً ملوناً منذ 1,372 عاماً، لكننا مع هذا ما زلنا نلون البيض الزائف ونهديه لأصدقائنا في العيد لنحتفل بسحر الأرانب الملونة. سأهديك هذا العام أجمل أو أروع بيضة ملونة رأيتها بحياتك يا ترو، لكن أولاً علي إيجادها. حظاً طيباً يا بي. البستان عديد الألوان، رائحته بديعة. أتشم! والآن سأبحث عن أجمل وأروع بيضة ملونة على الإطلاق. هذا الطريق الصحيح. حسناً، شكراً. حسناً حسناً، الإشارة تكفي، يمكنني اتباع الإشارة. لم يرى أحد هذا. واو، يا للهول، النباتات التي دفعتني محقة. إنها بيضة ملونة وليست بيضة عادية، إنها أكبر بيضة ملونة رأيتها. ستنبهر ترو لأقصى حد حين تراها. لقد عدت وأحضرت أفضل بيضة ملونة في الكون. ستصدقين حين ترينها ترو، إنها مذهلة حقا. لا تنظري، لن تريها إلا حين تنتهي. هذه قواعد العيد. أريد طلاء الكثير من وفرشاة. ألست أفضل بيضة ملونة في العالم؟ أوه، عزيزتي ويجي جميلة جدا، وبارتلبي يحبها ويتوق إلى إهدائها لعز صديقاته ترو. أوبس، أريد طلاء. لا تتحركي ويجي، كوني مطيعة، سأرجع حالا. ويجي، أين أنت يا ويجي؟ ترو، ملكة قوس قزح، أسرعة. ما الأمر؟ أنهيت الطلاء بسرعة؟ لا، كنت أزين بيضة ملونة رائعة لترو وغادرت للحظة، وحين عدت لم أجدها. أخذها شخص ما أو شيء ما. انظرا إلى آثار الأقدام، حجمها هائل. إنها كبيرة بالفعل، أظن اتباع الآثار سيكون سهلاً، وسنحل لغز البيضة الملونة المفقودة بسرعة.
أحب الألغاز بشدة. حان وقت إيجاد لص البيضة الملونة. نحن قادمون يا ويجي. صار بشكل عجيب وكأنه لا يعرف وجهته. صحيح، يبدو أنه يبحث عن بيضات أخرى ليسرقها. سارق البيض يسعى لسرقة المزيد. ليس لصاً عادياً، يبدو أنه وحش قوي جداً وخبيث جداً وكثيف الشعر وكبير الأنياب وسارق للبيض، ويتجه مباشرة نحو مدينة قوس قزح. انظري كيف يسير الجميع ببراءة حاملين البيض الملون في مكان مكشوف ليراهم الوحش سارق البيض. علينا تنبيه الجميع ليخبئوا البيض حتى نجد الوحش القوية جداً والخبيثة جداً وكثيف الشعر وكبير الأنياب ونمسك به. لم أتأكد من أنها حالة طوارئ حقيقية بعد يا بارتلبي. ترو، ما رأيك؟ آثار الأقدام كبيرة بالفعل، وبيضة بي اختفت حقاً. أظن بارتلبي قد يكون محقاً بشأن الوحش سارق البيض. أوه، يؤسفني إفساد يوم العيد. وإن كان بارتلبي محقاً، فعلينا حماية الجميع والبيض الموجود لديهم. حسناً إذن، حسمت قراري. أرجو انتباه مواطني مملكة قوس قزح. لدينا دليل على وجود وحش مجهول يسرق البيض الملونة في المملكة. من فضلكم خبئوا البيض في مكان آمن واجتمعوا هنا في الساحة حتى إشعار آخر. وحش سارق للبيض الملون؟ سمعتم الملك، خبئوا البيض. إن كان الوحش مخيفاً كما يشك بارتلبي، قد نضطر إلى إلغاء العيد كله. إلغاء العيد كله؟ أيها الملك، رجاءً، لا يمكنك إلغاءه. سنكتشف ما حدث لبيضة بارتلبي وسنقيم احتفال العيد. علمت أن بوسع الاعتماد عليكما. حظاً طيباً ترو، حظاً طيباً بارتلبي. حسناً يا بارتلبي، لم تعد هناك آثار نتبعها. آثار الوحش، لا تنسي أنها آثار لوحش سارق للبيض. يحتمل أنها آثار وحش، ومن دون آثار الوحش المحتمل، الطريقة الوحيدة لحل اللغز بالوقت الملائم لإنقاذ العيد هي مساعدة الأماني. أوكو ميلو، إلى شجرة الأماني رجاءً. ما رأيك باللون البنفسجي؟ مرحباً جميعاً، أهنئكم بعيد البيض الملون. ترو، بارتلبي، سررت بكما. أرادت بعض الأماني أن ألونها مثل البيض. تبدون رائعات. عيد البيض الملون هو سبب مجيئنا. بارتلبي كان لديه بيضة مميزة، أفضل بيضة على الإطلاق، ونظن بأنها سرقت بواسطة وحش ضخم شديد القوة سارق للبيض. لديه أنياب ومخالب، وسرق بيضتي المثالية وأخذها إلى عرينه السري وحاولنا ملاحقته لكن أثاره اختفت. لسنا واثقين من هذا. بل أنا واثق بحدسي. رأينا آثار أقدام كبيرة بالفعل ثم اختفت، ويجب علينا حل اللغز وإلا قد يضطر الملك إلى إلغاء عيد البيض الملون. لنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأماني؟ برأيي اسمحي لي، أولاً علينا إيجاد السارق، وبعدها علينا استعادة البيضة، وبعدها علينا الهرب بأقصى سرعة، ويجب أن نحرص ألا يستطيع سرقة البيضة مجدداً. أظن بارتلبي يحاول أن يقول إن علينا إيجاد البيضة والوحش أيضاً واستعادة البيضة لكي نستطيع إنقاذ العيد. سمعتك شجرة الأماني ترو، لقد حان وقت أمانيك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات.
حيوانات جدا صغيرة. سكانزي شاركيني رجاء يا شجرة الأمنيات. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. آمل أن تكون الأماني شديدة القوة، فسنحتاج إليها. فلنقرأ عنها في الموسوعة. أمنيتك الأولى سكانزي لتحديد المواقع. أمنيتي المفضلة في لعبة الغميضة. تبدو أمنية مميزة للعثور على بيضة بارتلبي والوحش أيضاً. والآن أمنيتك التالية سام سام من أفضل أماني المحاكاة. بوسع الأمنية تقليد أي صوت تجده. سام سام حقاً مثل ماذا؟ حقاً مثل ماذا؟ واو واو واو. حسناً هذا يكفي. حسناً هذا يكفي. لا أنا جاد. لا أنا جاد. كيف توقف هذه الأمنية؟ كيف توقف هذه الأمنية؟ حسناً سام سام انتهينا. صوت سام سام كصوت بارتلبي بالضبط. وسيلة إلهاء ممتازة، بوسعنا استخدامها لإلهاء السارق بينما نستعيد البيضة منه من تحت أنفه. إن كان لديه أنف، ماذا عن الأمنية الثالثة؟ جرابلو، أمنية حمل، يمكنه رفع وحمل أي شيء. جرابلو رائع، الأداة المثالية لأخذ البيضة. فلنأخذ الجميع، نختطف الوحش وأصدقائه اللصوص. نعم نعم، وننقلهم إلى مكان بعيد جدا عن مملكة قوس قزح لإنقاذ عيد البيض الملون. لا تقلق يا بي، أظن الأماني ستفيدنا بشدة. زوزب زاب، الأماني في حقيبتي. وقت العثور على البيضة المفقودة واستعادتها. شكراً يا زيف. ألن تستخدم سكانزي؟ يجب علينا أن نجد الوحش قبل أن يبتعد ببيضتي. دعنا نسأل الآخرين أولاً. إن أتى كائن غريب وتجول بالبلدة حاملاً البيضة، فلا بد أن أحدهم لاحظه. فكرة رائعة ترو، فلنجد حلاً لهذا اللغز فوراً. ولا الوحش الذي سرقها. أيمكننا استخدام سكانزي الآن؟ رجاءً، هل استخدمتها؟ بالتأكيد، حان وقت أمنيتي الأولى. زبزب زو، أختارك. استيقظي يا سكانزي، تحققي يا أمنية. سكانزي، نحن نبحث عن بيضة مميزة جداً، تبدو هكذا. ووحش مخيف جداً يبدو هكذا. سكانزي، أظن سكانزي وجدت شيئاً وتتجه إلى البستان عديد الألوان. سكانزي، إنها ويجي. وأمسك الوحش بها وها هو يهرب. ويجي، نحن قادمان لإنقاذك. إن الوحش في داخل بيضتي. إذن هناك وحش يسرق البيضة بالفعل. أنت اسمعني، اترك بيضتي وشأنها أيها اللص الماكر. بابا بي. أه بابا بي. مياو.
إنه يطاردنا. أهرب بابي. بسرعة يا سكانزي، عودي إلى الحقيبة. آسفة لعدم تصديقك يا بي. يزعجني أن أكون محقاً طوال الوقت. غيرت رأيي، يمكنك أخذ البيضة، خذها. ما زال يطاردنا، لكنه لا يرى شيئاً من داخل البيضة. لابد أنه يتبع صوتك. إنه يتبع صوتك. ليس بيدي حيلة، نبرة صوتي رخيمة ولا تقاوم. بابي. أعرف كيف أمنعه من مطاردتنا. حان وقت أمنيتي الثانية. زب زاب زو، أختارك. استيقظي يا سيم سيم، تحققي يا أمنية. سيم سيم، أريد منك تقليد صوت بارتلبي ليسمعه الوحش. لا وقت لدينا، إنه قادم إلى هنا. إلى هنا، إلى هنا، إلى هنا. بابي. إلى هنا، إلى هنا. نجحنا. أوه لا، أرسلنا سيم سيم نحو مدينة قوس قزح. إلى هنا، إلى هنا. علينا الوصول إليها أولاً لتحذير الجميع بشأن الوحش. هيا. أسنركض مجدداً؟ بالواقع هذا أكثر عيد ممل على الإطلاق. إلى هنا، إلى هنا. بارتلبي؟ ويجي توقفي. ويجي توقفي. بابي. لا تتحركوا، هناك وحش قوي جدا وكثيف الشعر وكبير الأنياب وسارق للبيض في تلك البيضة. ربما أخطأت بقول ذلك. بابي. بابي. علينا إصلاح الوضع وإيقاف هذا الوحش. بالطبع، لا، لا أستطيع، لن أقترب من هذا شيء مطلقاً. قد لا تضطر إلى ذلك أبداً. وقت أمنيتي الثالثة. زب زاب زو، أختارك. استيقظ يا جرابلو. جرابلو. تحققي يا أمنية. هل يمكنك الإمساك بهذا الشيء وإبعاده؟ جرابلو، جرابلو. خاصة أنا، أبعده تماماً. بابا بي. بابا بي. شكراً يا جرابلو، لا تتركه إلا حين نقرر ما سنفعل به. مياو. أين هذا الوحش؟ سأتولى أمره، أنا قط قوي جداً، أنا... لا بأس يا بي، جرابلو أمسك به. أحسنت جرابلو، أمسك بهذا الوحش بإحكام شديد. هل أنت سارق البيض؟ لكنك لطيف جداً وناعم أيضاً. بارتلبي، هذا ليس سارق بيض، يبدو أنك وجدت لنا أرنباً ملوناً. وجد لنا أرنباً ملوناً حقيقياً؟ كالذي ذكرته في القصة؟ هذا صحيح. بابي. أشعر بالحرج الآن، أخبرت الجميع بأن هناك وحشاً قوياً كثيف الشعر كبير الأنياب وسارقاً للبيض. بي، لا بأس، جميعنا نخطئ أحياناً. صور لك خيالك أن الأمر حقيقي، لكنه خاطئ. لكن لم أحضر لك بيضة ملونة كما وعدتك يا ترو. بارتلبي، البيضة التي أحضرتها لي كان بداخلها أرنب ملون. إذن ألم أفسد عيد البيض الملون؟ بالعكس تماماً، جعلته الأكثر تميزاً على الإطلاق. واو، لم أفسد عيد البيض الملون. أوه، بابي.
سحر الأرنب الملون. برأيي عليكم فتح كل البيض الملون. أنت فعلت هذا؟ واو، ليتك تأتي في العيد كل عام. يا للمفاجأة يا بارتلبي. هذه فكرة مدهشة. من الآن فصاعداً سنحتفل بالعيد بزيارة صديقنا الجديد الأرنب الملون، وسنخبئ البيضة لأن الأمر ممتع جداً. أحسنتما يا أميتي، والآن إلى الحقيبة. نجحنا يا بي، حللنا اللغز ووجدنا بيضتك ومعها الوحش. بالوقت الملائم لإنقاذ العيد. أفضل يوم بحياتي. حتى إن كنت الوحيد الذي لم يأخذ بيضة ملونة. أهنئك بعيد البيض الملون يا بي. رسمت مقرمشات السمك المنفوخة وصورتنا معا، إنها ممتازة. شكرا ترو. شكرا يا ويجي. ها؟ مقرمشات السمك وحلوى الخطمي المنفوخة المميزة. شكرا ويجي، أتمنى لك عيدا سعيدا، وسنراك بالعام القادم. بابا.